بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة هنتكلم عن رؤية الثعلب. الثعلب في المكان هو إنسان مكار، فنخلي بالنا من التأويل والأوجه اللي احنا هنشرحها دلوقتي إن شاء الله تعالى. الثعلب دليل على شخص غدار كثير المراوغة في دينه ودنياه به النفاق. من رأى ثعلب في مكانه، شفت ثعلب في مكانه بيراوغك، فإنه غريم. إنسان اللي هو الرأي ده غريم، يعني مديون، عنده ديون. طب من نازع ينازع ثعلب خاصمة، أو كانت بينه وبين الأهل خصومة وبين الأقارب في خصومة. طب اللي هو بيسعى بيدور على إن هو يلاقي ثعلب لياخده ويمتلكه وحاجة زي كده، ده دليل على ألم يأتيه من الأزواج أو فزع من النساء. الثعلب دليل على المنجم أو الطبيب على حسب وضع حال الرأي يعني. طيب إذا كان مسه ثعلب أصابه فزع من الجن، وإذا امتلك ثعلب تزوج امرأة يريدها يتمناها يعني. طب المراوغة مع الثعالب دليل على الكذب، فالإنسان يحذر. طيب اللي بيلاقي ثعالب كثيرة في أماكن معلومة كثيرة جدا تعتري المكان، ده دليل على أن هذا المكان يمتلئ بالسحر والدجل والحيل والحاجات اللي هي مش كويسة دي خالص، فالإنسان يحذر. وإذا كنت أنت تعرف الأماكن دي فأنت ما تروحش الأماكن دي، للأماكن دي هيكون بها سحر وفيها جن وفي حاجة زي كده. طيب شفتي بعض الثعالب تتناوش مع بعضها البعض في مكان معين، اعلم أن هذا المكان كله به جن كثير، ووجود الثعلب تراوده في الأماكن ده دليل على الجن في الأماكن الموجود فيها، فالإنسان يخلي باله من هذه الجزئيات. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.